عشاق المغطوطة يقصدون في ساعات الصباح الباكر آخر محل في مدينة حمص بقي يقدمها للزبائن لتناول فطورهم، وهي الأكلة الحمصية التراثية، وتتألف من خبز التنور المغطس بوجه الحليب الموضوع في صوان كبيرة، ثم يقطع ويقدم في صحن يرش عليه السكر. المغطوطة أكلة تراثية من 120 سنة، عدور جدة وأبونا جدة كمان. هاي أكل الصبح، نجيب الحليب المساء من برده بنحطه بالصدورة، ده بكير بكير، نجيب خبز تنورة بنحطه بالأول بالصدورة بنشيله بنحط سكر وياكلوا الزباين. هاي أكلة الصبح، من الصبح من 5 من الصبح لساعة 9. مغطوطة هي أكلة حمصية مشهورة، كنا ناكلها احنا لما كنا صغار، يعني كان يجيبنا الوالد لهون. نحن هلا كل يوم في الصبح بنيجي لهون بنفطر بناكل مخطوطه. المخطوطه شغله كبيره، اكله عالميه حمصيه بامتياز، يعني كل يوم في امشانه شغله كبيره، ما دام ما ناكل شيء بحياته. الاشياء التراثيه عندنا بحمص، وما ضل عندنا غير الجلبجه، هو من اهم يعني المحلات اللي ناكل مخطوطه فيها، ويعني نحن بنيجي من اخر الدنيا مشان ناكله، وما في غيره محل يعني. هلا نحن جايين من الشام على طريق سفر، نشتغل انا والشباب. رجعنا على حمص، نزلنا صرنا من امبارح جاي لهو مشان ناكل المخطوطة هون. احنا من 30 سنين نجي على هذا المحل ناكل مخطوطة، ناكل سحلاب، تراث قديم ولا احلى من هيك، شعب مبسوط ومكيف، شو بدك احسن من هيك؟ صبحية حلوة بتطر الصدر تروح على شغلك متنشط. المغطوطة من الحلويات الشعبية التي اشتهرت بها حمص، المدينة التي ارتبط اسمها بأنواع من الحلويات التي لا بد لأي زائر أن يشتريها لما لها من رائحة وطعم عالقتين في الذاكرة ويشعرانك بالألفة. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.